تعد المرأة البحرينية مساهماً فاعلاً في الاقتصاد الوطني، فأصبح لها بصمة واضحة في هذا المجال، واستطاعت المرأة أن تحقق الأهداف والإنجازات التي تصب في تنمية وتعزيز دورها في كافة الأنشطة التجارية والاقتصادية والاستثمارية. سطرت المرأة البحرينية نجاحات لافتة في مجال الاقتصاد، فقد وضعت لها بصمة قوية في عالم المال والأعمال، تمكنت من خلالها من فتح آفاق رحبة عبر فتح العديد من المشاريع الجديدة والمتميزة. لله الحمد، احنا في مملكة البحرين مهيئة لنا الأجواء اللي تشجع سواء سيدات أو رجال أعمال على القيام بأعمالهم ونشرها والتجارة بها خارج البلاد، وهذا هو الهدف. السيدات لهم إسهامات كثيرة في الاقتصاد بالذات، وشفنا كثير سواء في مجال عملهم كيف تميزوا، كيف أعطوا إبداعاتهم سواء حتى في الفن، هاي ورانا احنا لوحات، ابداعاتهم في الحرف، ابداعاتهم في حتى الصناعات، ومجالات كانت حكر على الرجال. المرأة البحرينية طبعا قطاع التجارة قطاع صعب، والمرأة تعرفين بطبيعتها تحب الشيء الصعب وتبي تثبت وجودها، فالمرأة البحرينية اشتغلت بجد واخلاص عشان تثبت وجودها في العمل التجاري، وما شاء الله تواوأت مناصب تجارية، واليوم المرأة البحرينية في عضوة في غرفة تجارية وتدير كل شيء، يعني في النواب في كل مجال، يعني المرأة البحرينية يعني في كل مجال تحصلينها، ومبدعة ومنتجة صراحة. يعني المرأة البحرينية اليوم بأدوارها المختلفة في عالم الاقتصاد ومساهمتها الواضحة في هذا المجال تؤكد على أن سعيها الدائم لتحقيق الأهداف والإنجازات تصب في تنمية وتعزيز دورها في كافة الأنشطة التجارية والاقتصادية والاستثمارية. اليوم عندنا المرأة أسهمت في الكثير من الأعمال، المرأة اليوم في المناصب في العديد من تشغل العديد من المناصب، كذلك المرأة يعني تمكنت طبعا لدرجة كبيرة وأصبحت تساهم في عدة قطاعات، بالإضافة إلى ذلك فإن المرأة اليوم المرأة البحرينية اليوم تقدمت، فصارت يعني تتقدم إلى مستويات أعلى في المناصب، لذلك يعني دورها بارز ودورها فاعل، ونرى بصماتها في كل مكان وفي كل مجالات من مجالات التنمية. النجاح الذي حققته المرأة البحرينية في القطاع الاقتصادي اليوم لم يأتي من فراغ، بل هو نتاج حقيقي للدعم اللامحدود من لدن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لرفع شأن المرأة البحرينية وفتح آفاق التقدم والمشاركة الكاملة أمامها وإدماجها في المشروع الإصلاحي لجلالته، لتكون لها بصمة واضحة في الاقتصاد الوطني والذي تحقق وفق خطط وبرامج نوعية أسهمت في إبراز مكانتها في هذا القطاع. إنجازات لافتة وجهود مستمرة استطاعت المرأة البحرينية تحقيقها في مجال المال والأعمال، فأصبحت مساهم مهم في الاقتصاد الوطني، وها هي اليوم خير شريك في دعم اقتصاد البحرين ونموه. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.